كل شيء. لأن هذا الصغير ياخذ ويطبق مثل ما أنت تسوي. فلذلك لو جاء صاحب البيت عالم ولا مدرس ولا أستاذ في الجامعة، تجد الابن إذا هو يشوف أبوه على الطبيعة أو على التصوير يبدأ يتقمص شخصية أبوه، وكذلك البنت. يعني لا تفكر لأنها ما تقلد نفس ما يفعل أبوها. ولذلك كلا المثل كل فتاة بأبيها معجبة. أبوها هو كل شيء، وأبوها هو الصح، وأبوها هو اللي يقول. من العجيب في الأساليب هذه، حتى لو ما تقول له افعل صلح، هو بس مجرد لأنك تفعل أمامه هو يفعل أمامك، يفعل مثلك. فلتجد أحيانا كلمات عند الولد يا نقلها منك يا من أمه، ما راح يجيب شيء من برا، حركات يا منه يا من أمه. إلا إذا تقمص الإنسان، صار عنده اليوتيوب أو التلفزيون له وقت معه، هنا يتقمص ويأخذ أدوار من يشاهدهم في الأفلام. وهذه من الأخطاء، إلى أن ابنك يشاهد مقاطع أو أفلام ما تعلم محتواها أنت، فأنت تبني والأجهزة هذه تهدم. الطفل يتشرب أقوى من الإسفنج وأسرع من الإسفنج. الطفل في حركاته، في يعني نجد أحيانا نندم بعد ما يفوت الفوت، لأن إذا ما تابعنا أبناءنا في أكل أشياء أو في وضع أشياء يشاهدونها في اليوتيوب فوق مستواهم، ولكن هو ما يرى أنه هذا فوق مستواه، ولا إلا بالتعليم. يعني ابنك وتقمص دور الأب شيء طيب، إذا كان الأب لديه سلوك غير جيد يجب أن لا يكون أمام أولاده. فكيف تنصح ابنك وأنت تفعل أو تعمل عمل سيء؟ ما راح يقول فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أنت مثل تمارس عمل سيء يجب أن يكون، وأنت لا تريد لابنك، يجب أن لا تمارس أنت هذا أمام الطفل. وهذه من الأسلوب التربوي، إلى أنه لا يراك ابنك وأنت على خطأ. إذا كنت تتكلم في الإشارة أو عند التقاطعات أو في السيارات، إذا تكلمت على صاحب السيارة ولدك يسجل صح أبد. نعم. واللي نعم. تبي تقوله هو اللي بيمشي. نعم. لو نعم. قلتها أنت يعني تبي تنصحه بكرة بعد شهر شهرين سنة سنتين قال أنت تقوله. فلذلك أحيانا يعني الأب هو القدوة، اللي حتى لو اللي يتقن الابن تقليده. نعم. نعم. أكثر من الآخرين. نعم. وهذا الأسلوب التربوي اللي مع البنت ومع الابن. إذا أنت تقود السيارة بحرفنة أو بقيادة صحيحة، ثق إن ابنك سوف يقود نفس القيادة. وإذا كنت تقود القيادة السيارة بعنف وبتهور، ترى ابنك يبي يقود السيارة بعنف وتهور. يا سلام، هذا مثال جميل يا أبو محمد. أبد أنت مثلت للحياة بمثال جميل. نعم. والطفل حتى لو كبر ابنك، يعني حنا نشاهد نقول وراء ولد دكتور يصبح دكتور طبيب، لأنه يرى أبوه لابس الأفرول أو لابس جاكيت العمل قدوته، وطالع بسماعته وحاط نفسه. لو تقول لها الآن وش تبي تسوي وتعطيه يطبق حركات أبوه، إذا أبوه ضابط شرطة ولا بيلبس نفس اللبسة هذه وبيكون يطبق نفس الحركة، تلقاه حتى في التحية. في إذا كان الأب مهندس ويشوف أبوه الابن يطبق. وبعدين ترى ما عندنا ذيك الطفولة اللي تصورون. الابن الطفل العربي ما هو مثل الطفل الأجنبي اللي هو الغربي ولا لا. الابن ابن الجزيرة والابن العربي أذكى بمراحل، وأنا أعرف الكلام هذا وأكده، والبحوث تأكد هذا، لأن الطفل العربي فطن أقوى من الغربي. والدليل على هذا
حتى لو يعني لو علمنا يا ابو عبد الرحمن ان تعرف محمد بن القاسم قاد الجيوش الاسلاميه وعمره كم؟ 16 17 18 سنه 16 هذاك اسامه بن زيد 18 اي نعم اسامه 17 قاد الجيش ما بين 17 من هو جيشه؟ نعم اي جيش؟ جيش فيه الصحابه نعم ها؟ من هم الصحابه اللي هم عاشر الرسول نعم. وهذا كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم او حب الحب قاد الجيوش وهو عمره 18 سنه محمد بن القاسم قاد الجيوش فتح بلاد فارس والسند عمره 16 الى 17 سنه بس نعم. السبب هنا يا ابو محمد وش هو؟ كيف اخذها من ابوه يا سلام من ابوه نفس القائد وذلك بعد انه استلم المسؤوليه مبكر احنا نعم. مشكلتنا احيانا يعني نرى ان الابن اللي وصل 18 و20 نقول لا باقي صغير مو احنا اللي نقوله ما هو بخطانا ترى هذا بس ابو محمد لا انت لا ابنك يقول دربه سبعا هذا ما هو بخطاي وخطاك دلله سبعا صح هذا خطا من اللي وضع انه من الواحد ما يتخرج من الثانويه الا 18 سنه ثم يدخل الجامعه يبدا يتحمل القيادات لكن لو دخلت لو جبت واحد عمرها 12 سنه واعطيته فرصه الى انه يتولى قياده توزيع مهام وقائد ولا ما قائد يقود وتخرج من الجامعه وهو ب 18 سنه يتخرج من الجامعه صح ولا لا صحيح لانه درس كل المواد لكن انت هو درسها في الثانوي زين بس في الجامعه حدد مسار وقلل كثر معلومات وقلل معلومات صحيح فلذلك حنا قننوا لنا الغرب ان ما يتخرج من الجامعه الا ب 18 طيب انا عندي ب 18 الان يقود مجموعه عندي ابو 18 سنه يمكن ان يعتمد عليه في بيع وشراء صح ولا لا ما في ناس يبيعون ابو 18 اقل منهم كذا بعد اذا معناها انت ما اعطيته الفرصه نعم فاذا انت تركت اللجام وتركت الرسن مع الخيل راحت على كيفها وابدعت او يعني على كذا ابو محمد نتفق انه ممكن نكتشف ابنائنا انهم يعني مؤهلين للقياده او لقياده حتى لو انه فريق بسيط او مسؤوليه ممكن نكتشفها بعد التسع عشر سنوات ممكن يعني قبل موضوع ال 18 قبل بقول لك واحده يمكن كلكم تطبقونها بكره جميل اذا عندك طفل عمره 8 سنوات وتسع سنوات وترى عليه النباهه يستطيع ان يعبر الشارع وقلت لك خذ رح اشتر لنا عصير او رح اشتر لنا لبن وراح واشترى وجاب لك الباقي طبعا يمكن ما نبي راح يقول اعطاه البطاقه فاذا راح معناها ادى مهمه صح لكن انت تنزل لا بروح اشتري عصير طيب انت تحدد له العصير وتحدد له المشروب وتحدد له الحليب هو يبي النوع من الانواع فانت ما اعطيته الفرصه لانه يتعلم هو بنفسه يوم ورا يوم صح فانا صاحب الخطا اذا ابنك يعني انت تحدد له الخبز صامولي توست فرنسي مفرود تميس خبز عادي فأنت تفرض عليه ما سألته وش يفضل من أنواع الخبز وإذا اختلفوا الأبناء يعني واحد يقول لك أبي الخبز الفلاني ولا بالنوع الفلاني ولا بالحليب الفلاني وش المشكلة أنا أخطأت في لأني ما وحدت صفهم كما فعل الرجل الذي حضرت الوفاة ثم أعطى كل واحد رمح وقال له اكسره وكسره ثم قال اجمعوها اكسرها يا فلان اكسرها ما استطاع ثم قال لهم لو اتحدتم لما استطاع أحد أن يكسر هذه فهو إذا اتحدتم يا أولادي أو يا أحفادي ما راح أحد يكسر هذه العصيات وإن كانت صغيرة لكن حنا نساعد ونفرق بين لا تفرق واجمع وحد صفهم تجد لأنهم فعلا يبدعون وأنهم يعطونك ولأنهم إذا تكاتفوا أنتجوا حتى لو ترشدهم باللاعبين في الملعب هل يستطيع أن واحد يسجل هدف لوحده عندما ينفرد؟ ها؟ إذا كان مدرب يستطيع إذا كان متدرب مثلا يعني لو كنا أعطينا لاعب من أفضل الأندية من لعيبة المغرب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم آمين للفوز يصلون إلى النهائي إن شاء الله يأخذون لنا الكاس بإذن الله نقول هل يستطيع لو كان يستطيع لكنها
بتجمع الفريق واتحاد الفريق وتفاهم الفريق من 11 لاعب يستطيعون أن يسجلوا الأهداف ويمنعوا أبوابهم من الله. فهذا هو وضع 11 شخص مقابل 11 شخص، هذه لها قيادة وهذه لها قيادة، والتنافس بينهم في من يسجل. كذلك الأولاد إذا أنت أوجدت فيهم روح التنافس وروح التكاتف وجدت منهم شيء يثلج الصدر. نعم. سواء بنات وأولاد أو بنات سواء أو أولاد سواء أو متحدين. لا، وش اللي يمنع أن تقود المرأة أخوتها في البيت؟ صح. أو تقود الأم، وهي القائد الفعلي، الأم هي القائد الفعلي في البيت، وهي توجه وهي ترسل وهي يعني أنت تستقبل ما يأتي من تموين للبيت وتوزعه وتعطي فلان وفلان. البنت كذلك في البيت تستطيع أن تعتمد عليها في مساعدة أخوانها في، وهذا أحيانا بعض الناس يرى إلى أن البنت لا تقوم بعمل، لا تقوم بعمل، فإذا دربتها على هذا الشيء قادت البيت وقادت أمه وقادت أسرة، هي تقود أسرة ثم تكون هي من تخرج لهذه الأمة ولهذا المجتمع الأجيال. والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي كذلك.